بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. مقطع جديد إن شاء الله معكم النهاردة، بس ياريت ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو يا جماعة. الناس اللي بتعلق وتنسى تعمل إعجاب للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة وشير لو سمحتم. إن شاء الله معانا غرفة نوم كلاسيك بشكل جديد خالص ومختلف عن الغرف اللي عملناها قبل كده. ده السرير قدام حضراتكم اهوت، متنجد نظام كيرما او كابوتينيه. الكابوتينيه طبعا ما في وسط الكيرما او الكابوتينيه حاطين زراير نيكل عشان تدي شكل جميل. ده كيرما من على من لما قربنا الكاميرا اهوت، شكلها جميل جدا. طبعا انا دايما بفضل السرير اللي هو متنجد لانه بقى دايما مريح للظهر. يعني لو انت قمت وحبيت تقرأ مثلا في اي كتاب او في التليفون او اي حاجة، بيبقى ظهرك تحت منه اسفنج او حاجة لينة، يعني متبقاش زي الخشب. طبعا شكل بسيط جدا وجميل. ده منظر السرير. طبعا منظر الدولاب شفناه في الاول، ده منظر الكومودينو اول. شغل بسيط جدا. ده لون رصاصي، رصاصي في اسود. طبعا ده الدور جواد. الفتح والقفل سهل جدا بكل سهولة وبكل يسر، مفيش أي مشكلة خالص في الفتح والقفل. طبعا الجمال في البساطة. يعني ده منظر الدولاب هو بسيط جدا. طبعا المقابض نيكل لامع، يعني أشكال جميلة جدا. ودي تسريحة برضو، البساطة هي المسيطرة على الغرفة، يعني زي ما بنقول بسيطة جدا وسيمبل. رصاصي برضو في اسود. كلها طبعا الغرفة على بعضها. وده الزجاج، شكل جديد خالص ومختلف المرة دي الغرفة. طبعا احنا غبنا عنكم الفترة اللي فاتت شوية، معلش، لان طبعا كان في ظروف في بعض الفحوصات الطبية كده، فغبنا عليكم شوية. لكن ان شاء الله النهاردة رجعنا لكم ونستمر معكم ان شاء الله، ودعواتكم يعني لنا ان شاء الله بالاستمرار وبالتوفيق ان شاء الله. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو يا جماعه، واشتراك لسه ما اشتركش، لان اللايك بيدعمنا، يعني بيدعم القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.